ومن اخبار الاهلي هنروح لاخبار الزمالك. الاستانف هو كمان تدريباته النهارده لان الفريق عنده مباراه مهمه جدا قدام المصري في كاس مصر يوم 26 نوفمبر. ما فيش شك ان الجهاز الفني واللعيبه عندهم رغبه يكسبوا الماتش اللي جاي عشان يصالحوا الجماهير بعد خساره السوبر والتعادل امام امبي بالدوري. كمان البرتغالي جيزوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بيفكر يدي فرصه لبعض اللاعبين الشباب في مباريات كاس الرابطه عشان يقدر يشوف مستواهم في المباريات ويحدد مين اللي يقدر يعتمد عليه في الدوري. فيريرا كان قرر تصعيد بعض اللعيبه للفريق الاول وده هيحدد التشكيله اللي هيعتمد عليها في مباريات كاس الرابطه اللي هتبدا 19 نوفمبر. فيريرا بيفكر يعتمد على محمد صبحي في مركز حراسة المرمى قدام مباراة المصري اللي جاية لأنه عايز يجهز الماتشات الدوري وتكون منافسة قوية بينه وبين عواد. محمد صبحي تم استبعاده من معسكر منتخب مصر اللي جاي وأكيد هو زعلان لأنه كان من القوام الأساسي للمنتخب في الفترة الأخيرة. تعالوا نشوف رأي الجماهير في التغييرات اللي بيفكر فيها فيريرا. انا شايف فيريرا ان هو مثلا يغير التشكيله شويه يحط مثلا زيزو على اليمين ومصطفى شلبي على الشمال ويا ريت مثلا التشكيل يفضل هو ما يتغيرش. هو هيغير طبعا. بص بدل ما هو زيزو كل شويه الاقيه يعني شويه وسط ملعب شويه هجوم. لا ما يتغيرش خالص، هو بس فيريرا يتكلم مع اللعيبه شويه واللعيبه بسم الله ما شاء الله بتقدم مجهود طيب. هو الحكايه مش حكايه تشكيل، هو ممكن الزمالك يلعب باي تشكيل، يعني التشكيل بتاعه لو زيزو يلعب على اليمين لان زيزو ساعات كتير بنشوفه على الشمال. مدرب قوي فهو فارض سيطرته على الفريق وعلى اللاعبين، فمن كذي قاعد يغير تشكيله. يستمر بنفس تشكيلته، يعني فيريرا غير شكل الزمالك بنسبه كبيره، رجع فيه لعيبه كتير رجعها لمستواها بتاع المنتخب مع الزمالك. مش معنى انه تعادل ماتش واتنين وخسر مباراه ان هو يراجع تشكيلته كلها، ما الفرقه دي جابت له بطولات قبل كده وجابت له سوبر وجابت له دوري.